بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر والتحديات على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. في هذه اللحظات ننطلق مع ثالث الجولات، وتبدأ دائما جولاتنا مع المحليات الأصايل تاسع الأشواط. ننطلق مع هذه الشعارات والأسماء المؤكدة الحضور في كل التحديات ومع كل الانطلاقات. أتقدم مباشرة مع الصدارة، مع المقدمة، مع المركز الأول الخوارة، على المركز الأول علي بن عبد الله بن سعيد بن راشد اليابري، من يقدم الخوارة على المركز الأول في بداية كل الأسماء والشعارات. المركز الثاني، أتابع المركز الثاني من حافة سعود بن علي بن حمد المحاربي القادم على المركز الثاني. المركز الثالث، حفلة حفلة، عنان بن علي بن محمد الموتر النعيمي القادم على المركز الثالث. المركز الرابع، أمجاد سيب بن سالم النايلي الشامسي، من يأتي ويقدم أمجاد على المركز الرابع والخامس. المركز الخامس، وتابع نجلة القادمة لعبد الله بن مطر بن محمد بن محيان الاشتبي القادم على المركز الخامس. والمركز السادس، هذه همس، همس مطر بن سعيد بن حضيرم الاكتبي القادم مع همس على المركز السادس. والمركز السابع، سابع المراكز، الشاهينية راشد بن سعيد بن سيل بالدليوي هنا القادم الاكتبي مع هذه التحديات. شعار شعاع من حظت بأول أشواط الابكار المهجنات بمتابعة دكتور الأصايل علي بن سلطان، من تابعها في كل التحدي بو محمد وحملت كذلك إشارة التوقيت الأفضل شعاع في صباح هذا اليوم حتى هذه اللحظات. قادمة شاهينية بمتابعة عبد القادر في عملية التضمير والتدريب بشعار راشد بن سعيد بن سيد بالدليوي القادم على المركز السابع. والمركز الثامن، الثامن الشهامة، الشهامة سعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري، هل المرموم قادمين ويبغوا السلام من المرموم الى المرموم. المركز التاسع، هذه اللي وصلت جواهر احمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري قادم شعار بن يزرب في هذه اللحظات. والمركز العاشر بالرقم 10، يا مجمل الصدف يا شرف، شرف محمد بن حمد بن سالم الاكتبي، من يقدم شرف على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء، لهذه الشعارات المنطلقة الباحثة دائما عن نواميس صباح هذا اليوم في الثمانية كيلومترات مسافتنا الماراثونية، دائما الحاضرة مع هذه التحديات مع هذه الانطلاقات. عودة مع البداية، عودة مع شعار اليابري راعي الخوارة، الخوارة الخوارة علي بن عبد الله بن سعيد بن راشد اليابري، من يقدم الخوارة على المركز الأول والصدارة، خذت الصدارة مع بداية كل التحديات ومسار هذا الشوط. عنان بن علي بن محمد الموتر النعيمي قادم مع حفلة على المركز الثاني والمركز الثالث. الثالث، واحنا نغادر الخمسة كيلومترات، هذه الشاهينية راشد بن سعيد بن سيل بالدليوي الاكتبي القادم على المركز الثاني.
ممثلها للهباب قادم مع المركز الثالث والمركز الرابع. من حافة سعود بن علي بن حمد المحاربي القادم على المركز الرابع والخامس. الخامسة من الجانب الآخر قادمة أمجاد سيب بن سالم النايل الشامسي ينطلق مع أمجاد يبحث دائما عن الأمجاد في عالم الأصايل. المركز السادس الشهامة سعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري قادم على المركز السادس السابع وتابع. هنا القدوم من همس مطرب سعيد بن حضيرم الاكتبي والمركز هنا المركز الثامن المركز الثامن من الجانب الاخر وتابع في هذه اللحظات الانطلاق والتقدم من هذه الاسماء الواصله والمنطلقه القادمه. نجنا عبد الله بن مطر بن محمد بن محيان الاشتبي القادم على المركز الثامن بن محيان القادم بن محيان الاكتبي قادم مع نجلة هنا مع هذه الانطلاقة وشعار جواهر أحمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري. المركز العاشر لا زالت شرف محمد بن حمد بن سالم الاكتبي. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء لهذه الشعارات. ندانا الثاني بعد الأربعة كيلومترات أعود إلى الصدارة أعود إلى المقدمة. أعود إلى الصدارة والمقدمة حفلة اللي غيرت حفلة على المركز الأول. عنان بن علي بن محمد الموتر النعيمي على المركز الأول وعلى الصدارة. المركز الثاني الخوار لعلي القادم بن عبد الله بن سعيد بن راشد اليابري من يقدم الخوار على المركز الثاني والمركز الثالث. الشاهينية راشد بن سعيد بن سيل بالدليوي الاكتبي القادم على المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع أمجاد سيب بن سالم النايلي الشامسي قادم من مدينة العين من زاخر بالتحديد يقدم أمجاد والقادم اليمامة أول لدى لليمامة كاسب بن سالم بن كاسب المسافري مع كيلو الغابات والثلاثة كيلو مترات. وصلت اليمامة في هذه اللحظات اليمامة يا سلام. المركز الخامس هذه همسة مطر بن سعيد بن حضيرم للتبي من يقدم همسة وأمجاد ولكن شعار بن يزرب بدأ يتدخل. أحمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري يقدم جواهر من الأصايل جواهر من الأسماء اللي يمتلكن هذا الشعار. نتابع المركز السابع تراجع أمجاد سيب بن سالم النايلي الشامسي يقدم أمجاد. وصلت الشهامة سعيد بن حمد بن سلطان بن درويش وصل بن درويش في هذه اللحظات وصل في هذه اللحظة مع نجلة القادم. شعار بن محيان القادم للتبي عبد الله بن مطر بن محمد بن محيان للتبي القادم مع نجلة
التاسعا القادمة من حافة سعود بن علي بن حمد المحاربي، والمركز العاشر شعار القادم شعار محمد بن سالم بن محمد بالضبيعة الكتبية قادم على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء لهذه الشعارات. نقترب ونغادر نغادر 2 كيلومتر المتبقية عن خط النهاية وعود إلى الصدارة إلى المركز الأول. اليمامة 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 هنا على المركز الأول، ولكن الشهامة الشهامة اللي غيرت في هذه اللحظات الشهامة ولا الشاهينية الشاهينية راشد بن سعيد بن سهيل بالدليوي بالدليوي القادم القادم مع هذه اللحظات مع هذه الانطلاقات بالدليوي راشد بن سعيد بن سهيل بالدليوي الكتبي ينطلق على المركز الأول وعلى الصدارة. جواهر 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 القادمة جواهر القادمة بشعار هنا أحمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري، والمركز الثالث خمسة مطر بن سعيد بن حضيرم الكتبي، واليمامة من الجانب الآخر كاسب بن سالم بن كاسب المسافري مع الكيلومتر الأخير. أعود إلى الصدارة مع اقترابنا للكيلومتر الأخير غيرت جواهر جواهر يا سلام جواهر على المركز الأول. جواهر أحمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري من يقدم جواهر مع ثالث محطاتنا مع ثالث محطاتنا مع تاسع الأشواط البداية مع المحليات. يا سلام بالدليوي بن يزرب بالدليوي بن يزرب جواهر والشاهينية جواهر والشاهينية، ولكن جواهر على المركز الأول جواهر على الصدارة. أحمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري على المركز الأول وعلى الصدارة، والمقدمة المركز الثاني الشاهينية راشد بن سعيد بن سهيل بالدليوي القادم بمتابعة عبد القادر في عملية التضمير والتدريب. اللحظات الأخيرة جواهر 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 الشاهينية بالدليوي بن يزرب العامري بن يزرب العامري جواهر جواهر، ولكن الشاهينية غيرت النقطة الثانية مع هذا الشعار في صباح هذا اليوم، والنقطة الأولى مع المضمر عبد القادر. سلام بالدليوي سلام راشد بن سعيد بن سهيل بالدليوي، تهانينا والناموس إلى الإحباب السلام. المركز الثاني جواهر أحمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري، المركز الثالث شعار بن درويش اللي وصلنا مع الشهامة سعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري، وهمس مطر بن سعيد بن حضرم الكتبة على المركز الرابع والخامس. جواهر لعبد الله بن مطر بن محمد بن محيان الاشتبي. هكذا هي النتيجة. نعود مع التوقيت الزمني 13 دقيقة نتابع التوقيت وست جزء واحد من الثانية. تانينا والناموس لمالك الشاهينية راشد بن سعيد بن سهيل بالدليوي الكتبي، تانينا والناموس للجميع.